السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الأصدقاء ديالنا، مرحبا بكم في المشروع جوهرة البحر اللي هو هذا. وكما كتشوفوا معنا كنبارطاجيو معكم جميع المعلومات. الناس يقول لنا جيو عاود لنا صورنا ثاني المشروع من هنايا، حنا كنصور لكم هذه الواجهه، نصور لكم حتى هذه الواجهه وهذا المسجد هذا تا هو نبارطاجيو معكم. ايوا حنا كنصور معكم هذا الشيء هذا. مرحبا بكم في قناه عبدو مارتين. كما كتشوفوا معنا المسجد ناظرة من هنا، نصوروا لكم من هنايا، نصوروا لكم من هنا، نصوروا لكم جميع الاتجاهات. ايوا الناس اللي كيعرفوا البلاصه هذه راه كنبارطاجي ثاني مع الناس اللي ما تيعرفوش. ايوا ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله مع كاين شويه ديال الريح كيقول لي الناس صورنا الجيزي سي الطيبي، الجيزي سي الطيبي ان شاء الله غادي نمشيو ليه تاواني، غير باقي خصني شي نهار ان شاء الله نقاد البروغرام ديالي ونحط لكم شي فيديو تاع الجيزي سي الطيبي. المهم انا نمشي سي الطيبي ان شاء الله تاهو نبارطاجي معكم. كما كتشوفوا معنا بارطاجينا معكم مشاريع ديال التجديد ديال جوهرة البحر، المشروع ديال الطواهري، ومازال من المزيد ان شاء الله، مازال عندنا بزاف المشاريع اللي غادي نبارطاجيوها معكم. ايوا حنا كنصوروا لكم هنايا الشريطه وهادي خاويه، وكنعاودو نصورها لكم من هنايا، نعاودو ثاني نصورها لكم. ايوا الخوت خليكم معنا الفيديو باش تستافدو معنا، خليكم حتى تكونو غادي تشوفو حتى داك التيشيرت اللي هو من ليها، غادي نطلعو من الجزائر نصور لكم حتى المشروع، ونحاولو نقربو حتى من المسجد ونصوروه لكم. زوين هاد الجامع هذا ناضي تبارك الله، صايبوه مزيان وجا في بلاصة زوينة قريب للطريق، قريب حتى الطريق ديال اللي كدير شاطئ الأمان ديال الديناسيو هاد الجهة هادي، والاتجاه الآخر اللي هو هذا كيدي الحي شماعو حتى كيديك حتى المدينة، من تمشي من هنا دوز على جيت بوشوك، من هنايا كتمشي نيشان من جهة الطوموبيل اللي كانت كتبان ليكم، راه الناس عارفين هاد الطريقة هادي الرئيسية. هادا تعود بحال الطريق ديال القنيطرة اللي لتحت، ومن بعد عاد تدي تا القنيطرة هادي، تا القنيطرة عاد تمشي من هنايا تا القنيطرة تتلاقى مع القنيطرة، عاد تعود الطريق الرئيسية هادي. شوف ابويا انا
ايوا الخوت حنا دخلنا لهنايا، جينا لهاد البلاصة في الألعاب الدراري الصغار. هاد راه جردة الخوت، جردة واعرة ناي زوينة تيلعبو فيها. أخونا كده توصل هنا؟ هذا النقص.